عمق المشكله وطول مدتها. هي من وهي 16 سنه وهي متضايقه. سعيد جدا بقى بهذه العمليه جدا. لم اكن ليخطر في بالي ان هذا الشخص عمل عمليه تجميل. انا ما كنتش اعرف ان في عمليه للموضوع ده. دي مهمه قوي في علم النظر. وبالتالي هنا انا بتعامل مع الوحدتين الاساسيتين اللي مبني عليهم اساسا مقاييس جمال الوجه. الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد استشاري جراحات التجميل بكليه طب جامعه القاهره، عضو الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا، رئيس الجمعيه المصريه لصحه المراه فينس. اهلا بكم. بلا شك الانف واحده من اهم الاماكن التي تكلم او يتعامل معها عالم التجميل. لماذا؟ اولا لانه عملية الأنف أو عملية تجميل الأنف الخطأ فيها يؤدي إلى غالبا كارثة. كارثة شكلية وكارثة وظيفية، لأن احنا بنتكلم على عضو له علاقة وثيقة جدا بالجهاز التنفسي. الريسبيراتوري سيستم ده جزء منه الأنف. فالخطأ هنا مش هيضر الإنسان في شكله بس، ده هيضره كمان في قدرته على التنفس. ثانيا إنه الأنف ليها أكثر من زاوية في الرؤية. ممكن جدا حد يعمل عملية تجميل أنف فتبان من الأمام لما تنظر له جيد او مقبوله، لكن من الجنب تكتشف كارثه. او طبعا هي من الامام برضو مش هتكون جيده جدا، بس خلينا نقول انه ساعات الجنب بيبين لك كارثه اكبر. انا يمكن بدات حواري بعيوب العمليات، او بمعنى اصح خطوره ان الواحد يعمل عمليه وهو مش مركز فيها قوي في الانف، وبالتالي تظهر النتيجه مش كما ينبغي او مش كما هو مأمول بها. لكن خلينا نرجع خطوه لورا. طب ما هو ساعات يكون الانسان عنده عيوب في انفه وهو الى حد ما ناقم عليها وبيفكر ليل ونهار فيها ويعتقد ان ملهاش حلول. لا، ليها حلول. او ييأس من هذه الحلول، يفكر انه ممكن جدا يرتكب خلطه كبيره في حق نفسه انه يعمل عمليه وخاف منها وحاسس ان الثقل وعواقبها ممكن تكون وخيمه. خلينا نقول ان الانف حوار مثير للغايه، وزي ما انا سميته من زمان حوار المليمترات او عمليات المليمترات، فالحوار فيها دقيق للغايه. ولذلك الحوار هنا سيأخذ مناحي عديده وشروحات كثيره جدا، واسمحوا لي فيها ان ارحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد ابو زيد. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك. الأنف قبل أن نبدأ، خطوة خطيرة في حياة الإنسان اللي مؤمن أن عنده مشكلة في الأنف. أكيد طبعا، لأنه هو من الحاجات اللافتة للنظر للشخص ولغيره، وبتبقى صعب قوي لما بتبقى داخل الشخص نفسه ان هو بيبص في المراية بيلاقي حاجة بارزة، حاجة بتحتل منتصف وجهه، فيها ديفو موجود، بيكون موسوس بيه، وبتبقى صعبة جدا لو حد لفت نظره ليه. فتقريبا بيبقى هو ده كل محور حياته. يبقى كل محور حياته. اذا هنبدأ بهذه الجملة، ان الانف محور حياة الكثيرين طالما فيها ديفو. تعالوا نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ عملية تجميل الانف هي العملية الاكثر اهمية والاكثر دقة في عالم جراحات التجميل. التعبير ده ابيض ام اسود ام رمادي؟ رمادي. رمادي. هي العملية الثانية في الدقة بعد عملية تجميل الجفون، لأن حضرتك بدأت حوارك بالمليمترات، فالمليمترات تكون في الجفون أولا ثم في الأنف ثانيا. لكل عيان طريقة معينة في تجهيزه من ناحية تشريحية، إعداد خاص يعني، حسب تقسيمات وجهه التشريحية. أبيض أو أسود أو رمادي؟ أبيض. لابد من أخذ القياسات الدقيقة ومعرفة علاقة الأنف بالمناطق المحيطة بها وعلاقة أجزاء الأنف بعضها البعض. المسافة ما بين العينين، طول الشفة العليا، الزوايا ما بين الأنف والجبهة، والزوايا ما بين الأنف والخد، وتناسق أجزاء الأنف مع بعضها البعض، وعلاقة الأنف ببقية الوجه نفسه. عمليات الأنف تحتاج بعد تنفيذها إلى وقت ما لكي تظهر النتيجة كاملة.
الحقيقه انه كان زمان مع الاوبن تكنيك او العمليات اللي فيها جرح وفتح للانف كانت بتاخد 6 شهور حتى تظهر النتيجه، اما الان مع الكلوز تكنيك او الاسلوب المغلق اللي هو عمليه الانف بمخدر موضعي وبدون جروح خارجيه ومن داخل الانف كامله ما بنحتاجش اكتر من 3 ل6 اسابيع حتى تظهر هذه النتيجه. في السابق كان تعديل حاجز الانف واستئصال اللحميه هو الحل الوحيد لاصلاح وظيفه الانف، وإذا كانت لها علاقة بالمشكلة التنفسية، ولكن الآن أصبح التجميل هو الحل الأفضل، بمعنى صح تقدم الصف بقى هو الاختيار الأول، أبيض أسود أم أبيض؟ لا أسود. أسود. ما زال هناك دور لطبيب الأنف والأذن في تقييم الغضاريف الداخلية اللي بتحيط بفتحات الجيوب الأنفية فيما يتعلق بالجزء الداخلي أو التلتين الداخليين من الأنف، أما التلت الخارجي فبيكون في جزئين يا دكتور أيمن، الحاجز الأنفي زي ما حضرتك ذكرت وده هو الدور جراح التجميل، والصمامات. الصمامات اللي هي الصمام الخارجي والصمام الداخلي، ودول اللي احنا لينا دور في التعامل معاهم في كمدخل للجهاز التنفسي العلوي وعمليه التنفس، اما ما زال هناك دور لطبيب الانف والاذن فيما يخص المشاكل الوظيفيه المتعلقه بالكلتين الداخليين من الانف. من الممكن ان يحدث نزيف من الانف بعد العمليه لفترات قصيره. 24 ساعه. ابيض اسود ابيض ابيض 24 ساعه ما يقلقش العيان ابدا. مظهر الانف ده سؤال مهم قوي، يكون غير طبيعي في الفترات الاولى بعد عمليه التجميل، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض. ابيض يعني بمعنى ايه يكون غير طبيعي؟ متورم. متورم فقط، انما علاقات الاجزاء ببعضها البعض بتبان من على ترابيزه العمليات. طب نشرح للناس ليه بيحصل تورم في الانف والوجنتين بعد عمليه التجميل؟ من المخدر الموضعي اللي بنحقنه ببساطه شديده جدا. احنا العمليه بنعملها العيان وهو صاحي بياخد مخدر موضعي فيه، لما حضرتك بتروح تعمل حاجه عند دكتور السنان وبيحقنك المكان ده بيكون مورم شويه نتيجه للسائل الموجود، ناهيك عن الاجراء الجراحي اللي بيتم اللي هو بيضيف الى تورم الانسجه، ده بياخد له من 3 ل6 اسابيع علشان يروح، اما الزرقان لا يوجد تماما في عمليه الانف او في مكان الانف في نفسه، ولكن بيوجد اسفل العينين، علشان كده بنقول انه الانف نفسه ما بيزرقش ولكن اسفل العين ده بيزرق نتيجه في بعض الحالات اللي محتاج فيها الكسر العظم للتعامل معاه. الورم والزرقان بياخدوا قد ايه يا دكتور ايمن؟ بياخدوا مده من اسبوع ل 10 ايام بحد اقصى حتى نصل للشكل النهائي من 3 ل6 اسابيع. السؤال كده مهم بس هيفتح في عقول المرضى اللي عندهم مشاكل في الانف تساؤلات معينه. ممكن جدا عملية تجميل الأنف نتخيل نتائجها قبل إجراءها ويكون قدامنا كما نرى بالضبط نتائج مثلا أي جراحة أخرى في الجسم، شفت الدهون وراء إلى آخره وتنسيخ القوام، الأنف كذلك. أبيض أسود أم رمادي؟ أسود طبعا. أسود. الحتة دي مهمة عايز أفهم. هنا نعود للقاعدة الرئيسية أنه لا يوجد هناك أنف جميل ولا أنف مثالي، ولكن هناك أنف مناسب. ده يجيب على سؤال حضرتك ان انا ما عنديش انف اسطمبة معينة اقدر اركبها على وجوه مختلفة تكون مناسبة، وما فيش انف جميل ينفع يناسب كل الاشكال والاشخاص والذكر والانثى، ولكن هناك الانف المناسب. طب شكلي ايه بعد العملية؟ هو الانف الذي يخلو من العيوب ولا يلفت النظر انه تم به اجراء جراحه. تاني يعني لما اشوف حضرتك ما الاقيش ديفوق اعلق عليه بعد العمليه ومحدش يعرف ان انا عملت عمليه. مش عشان انا مخبي، عشان ما يبقاش ملفت للنظر ان هذه الانف معموله. بفرض ان انا ما اعرفوش قبل العمليه. بالظبط. يعني واحد النهارده شفته لاول مره مش المفروض اقول له انت عملت انف او عامل انف. بالظبط. هنروح للجزء الثاني في الحوار لان ده جزء مثير جدا. احنا خلصنا الجزء اللطيف الجميل في الحوار اللي هو ابيض واسود ورمادي، الجزء العلمي يعني. طب العالم بقى الواقع، اذا لازم نفهم الواقع ده في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ انا هبدا بسؤال ساخن ساخن. جراح جاله مريض وهذا المريض عنده عيب معين في الانف موجود من عمليه سابقه، فقال له الجراح لا يمكن اصلاح هذا العيب، العمليه خلاص بايظه يا ابني وروح وكنتم معه، وطبعا لا يخلو الامر من
كلمتين في حق الذي أجرى العملية الأولى سواء في مصر أو خارج مصر. هل ده التصرف ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو بريء لأنه قال له أنا مقدرش أعمل لك حاجة، هو جاني لأنه أخطأ في زميله لما اتكلم عنه مش كويس. طب ارجع اسال تاني، طب المريض هنا يروح لفين؟ هو المريض منهار خلاص. انا النهارده كان عندي حد عامل عمليه في انفه 4 مرات وغير راضي، وقلت له هنعمل العمليه. وكان عندي حد عامل مره وقلت له انا ما اقدرش اعمل لك العمليه لانه احنا وصلنا لمرحله انه فعلا هنا هيبقى درجة قبولك للعملية 60%، دخلنا في الإصلاح وليس في التجميل. لو قبلت ب 60% هعمل لك العملية، لو لم تقبل مش هعملها لك. المريض اللي بيرفض القيام بعملية تجميل في الأنف لأنه بيعتقد أن عمليات تجميل الأنف ممكن أن تؤدي لمشكلة في التنفس، وأنا خلينا نقول أن هذا المريض محظوظ لأنه في مشاهير في الفترة الأخيرة عملوا عمليات أثرت فعلا على التنفس بتاعهم، وعملوها في دولة خارج مصر او في عدة دول خارج مصر. بريء، عنده حق. عنده حق. الحل ايه طيب مع 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 المشكلة دي، مع المعضلة دي؟ الحل في الوعي اللي حضرتك بتقوم بيه في برامجك الطبية المتميزة، والاساتذة اللي بتستضيفهم وبيشرحوا للناس الامور بكل امان. هو العيان ما بيجيلناش علشان نقنعه بالعملية، العيان بيجيلنا ولا نزيل مخاوفه، العيان بيجيلنا عشان نوصل له المعلومة بمنتهى الامانة. لما المعلومة بتوصل له بامانة وبنسب طبية وباحصائيات سليمة وبصور حالات زي اللي احنا بنعرضها، يبقى الحل موجود. واخد بال سيادتك؟ الاقوى من كده اللي احنا عملناه وبدأناه في مشوارنا الطبي برضو، احنا بنجيب الحالة معانا بتتكلم بنفسها عن اللي شافته واللي كانت فيه وبتتنفس عادي وصحية وبتلعب يعني. بس المشهور، المشهور دايما راكز في عقول المشاهدين، الشخص المشهور يعني مؤثر بشكل اكبر على عقول المشاهدين. لو عملية انف لحد من المشاهير فشلت، هنا عملية الانف اتحطت في قفص الاتهام، مش اللي اجراها، العملية نفسها. دي حقيقة. تذكر سيادتك ممثلين مشهورين اجروا مثلا عمليات شد وش وكان شكلهم غريب جدا، فده اساء لعملية شد الوش، وده بيؤكد كلامك 100%. ولكن في الاخر احنا بنبني درجة وبنبني بناية لا نهاية لها ان شاء الله بإذن الله من الوعي. وعلشان كده ننقل المريض لدرجة ان هو بيجي يا دكتور ايمن بعد الحوارات والمجهود اللي احنا بنبذله، بيجي عامل التحاليل، بيجي يشرح تاريخه المرضي، بيجي عارف المعلومات بشكل جيد جدا، وبالتالي هو مدرك تماما للمزايا وللعيوب وللأعراض الجانبية. هسأل على مريض برضو، هل ده موجود ولا لا؟ المريض اللي بيحكم بفشل عملية تجميل الأنف قبل أن يؤديها، لأنه شاف أمثلة عديدة لحالات هو شايفها من وجهة نظره فشل، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم، لأنه هو شاف أمثلة لمين؟ شافها عملت فين؟ ما هوش جاني لأنه عنده حق شاف، إنما ما هم تحرش الدقة، فهو هنا يتهم بعدم الدقة في التحري عن الجراح اللي هو بيعمل عملية تجميل ممكن ما يعملهاش، فلما يعملها يعملها في الوقت المناسب في المكان المناسب فعند حد عارف نتائجه وعارف مين هو بيعمل ايه، ما عملهاش في مركز تجاري او عند حد مجهول. المنظومة الطبية او الجراح الذي يجري عمليات تجميل انف باسطمبة واحدة في مدرسة كده، اسطمبة هي انف نفس الانف ما بيغيرهاش، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ضعيف. يبقى متهم بالضعف. متهم بالضعف. متهم بالضعف. المدرسه دي موجوده في بعض الاماكن يعني، الحكايه ديت هل تسللت لمصر ولا لسه؟ تسللت لمصر. تسللت. اذا هنذهب الى المنطقه الهامه الثالثه وهي الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ الجزء ده هياخد وقت طويل لانه عمليه تجميل الانف مصحوبه بكثير من الاوهام والتشككات واليقين فيها مش واضح، يمكن لانها عمليه تقنيتها صعبه، تقنيه صعبه وفيها تفاصيل دقيقه. لكن خلينا نبدا الاول انه المدرسه او المدرسه المصريه مدرسه تنفرد بانها تخلق خط فاصل واضح جدا بين الراجل والست في عمليه تجميل الانف، ولا شك ولا يقين؟ المدرسة المصرية الكلاسيكية
المدرسة المصرية تأثرت بمدارس كتير، فهي ما بقيناش نقدر نقول ان هناك المدرسة المصرية الخالصة، لان هناك تعليم محلي وهناك تعليم اوروبي وهناك تعليم امريكي وهناك تعليم تجاري للأسف، اللي هو حضرتك وصلته في الجزء السابق بالاستنباط. فانا ما بقاش عندي المدرسة المصرية الخالصة، ولكن انا بنتمي للمدرسة الاوروبية اللي هي بتتعامل مع النسب والانف المناسب وليس الاسطمبة او الانف المثالي او اللي اقدر اقول ان انا اعمله. وهنا يأتي الاجابة على سؤال حضرتك، طبعا هناك فرق في مقاييس الانف بين الرجل والمرأة لابد من مواراتها. التصحيح في السابق كان غير مضمون، والتطور الكبير في عمليات تجميل الانف كان في بطيء لغاية فترة محددة، وانطلق انطلاقة كبيرة للغاية. وهم ولا شك ولا يقين؟ شك. شك ليه بقى شك؟ من خاف سلم. الانطلاق اللي حضرتك بتقول عليها دي قد تعطي الاريحيه لبعض المرضى او بعض الجراحين الى استسهال العمليه. العمليه سهله للخبير المتمرس اللي هو قدر يوصل انه العمليه ينجزها بمخدر موضعي، قدر يوصل للعمليه بانه العالم كله بيتعلمها منه، ان هو بيعملها بشكل دقيق بدون جروح خارجيه بنتائج جيده جدا ومقبوله ليه وللمريض، بعمليه يقدر يتعامل فيها مع مشاكل اجراها جراح اخر. انما ان الموضوع بقى سهل، لا هو ما بقاش سهل. يعني حتى التمرس بيخلي وقت انجاز العمليه ساعه، بس انا لما باجي اعلم حد بقول له اعملها في ساعتين وثلاثه، مش مهم ان انت تنجزها في ساعه ولكن تنجزها بشكل سليم. مراعاه البروفيل الشكل الجانبي للانف امر ليس بالسهل، وهذا هو الفارق بين المتمكن من هذه الجراحه وبين من يخطو خطواته الاولى في هذه الجراحه. احد الفروق طبعا يقين. يقين. الحته ديت على فكره انا بشوف كثير من الناس اللي عامله عمليات انف ما بتراعيش البروفيل، ما بتراعيش الجنب خالص، بص تلاقي الانف من ناحيه من الجنب كارثيه. الحكايه ديت ازاي ناخد بالنا منها فنيا؟ لا ده هي دي الاساس، ده انا بقف على جنب العيان. يعني انا لما باجي اقف شايف حضرتك الصور والحاجات الموجوده، انا بقف على جنب العيان، فازاي انا ابقى شايف حاجه كارثيه واقول الحمد لله الحمد لله على السلامه؟ ما ينفعش. طب العمليات يعني اللي تمت قبل كده وشفناها المشاهير وجنب من الجنب كده الانف كانها مش موجوده، دي ايه اللي حصل فيها؟ اتعملت في حتت واتعملت بره، ايه اللي حصل فيها؟ ايه الغلط؟ الغلط هنا عايز اقول لحضرتك انه مش لازم يكون الجراح اللي عمل العمليه قد ما المريض نفسه ما كانش راضي فاتنقل من جراح لتاني لتالت. انا شفت ناس كان عندهم انف مقبوله ولكنهم راحوا لناس بوظوها. الاصرار النفسي. بالظبط الاصرار النفسي. تغير الصوت هو من احد الاحتمالات بعد عمليه تجميل الانف، وهم ولا شك ولا يقين؟ احد الاحتمالات يقين مؤقتا. 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 يتغير الصوت بنغمه تون بنزل تون مثلا؟ نتيجه الاحتقان التورد. احتقان الغشاء المخاطي، وده بيؤدي زي ما يكون واخد دور برد، وده شيء طبيعي. انا سعدت السعاده خبيره بهذه الزياره الجميله وهذا الحوار الرائع، والانف لا تنفك من ان تدرس بدقه شديده، وزي ما بيقولوا يعني ايه، هي تستحق منا هذا الاعتناء الشديد جدا في عالم مهم جدا. اللي عندهم مشكله في الانف ممكن حياتهم بجد تبقى محورها الحكايه دي، ويركز فيها جدا جدا، ويسالك في كل حته في اي مكان تلاقيه هو سايب حياته، سايب عادته عشاه، وسايب مراته، وسايب ولاده، جاي قاعد معاك قول لي بقى انا هعمل ايه في المناخير. نورتنا دكتور محمد. شكرا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد كان معنا في هذا الحوار المثير، خليكم دايما معنا. سلام. انت حكم قاسي، ادي كارت احمر يلا للدكتور اللي ما بتعملش مع المريض بتاعه بامانه. بامانه. ده الكلمه دي محتاجه حلقه لوحدها. بالظبط. تمام. اعمل للمريض اللي المريض محتاجه.